Israel is literally driving the world. لو حسيت في يوم من الأيام وأنت بتستخدم تلفونك إنه تلفونك صار جدا بطيء، أول شيء بيخطر في بالك إنه إما إنك تمسح البيانات اللي موجودة عندك أو إنه تشتري تلفون جديد. لكن في الحقيقة في بعض الأحيان بكون في احتمال وارد جدا، ألا وهو إنه تم اختراق جهازك. شركة فيسبوك قامت برفع قضية ضد شركة تدعى NSO، وذلك لاتهامها بأنه هذه الشركة قامت بسحب معلومات من عملاء شركة فيسبوك وواتساب، وذلك في عام 2019 بعد ما زرعوا أجهزة تعقب وتجسس داخل هذه الأجهزة. طيب شركة فيسبوك بهاي لمانها وقوتها مش عارفة تحمي مستخدمينها من حتة هكر؟ مع العلم أن هي شركة كبيرة جدا والمفروض أنه فيها أكبر المطورين وأغلى وأحدث أجهزة الحماية، فكيف تم اختراق هذه الأجهزة لعملاء فيسبوك وواتساب؟ الإجابة باختصار هي بقصص. للمزيد لايك للحلقة واشتركوا في القناة لأول مرة تشوفوني، والآن يلا نبدأ الحلقة. بسم الله. شركة NSO الصهيونية فيها أكثر من 750 هاكرز من أفضل الهاكرز على العالم كله. أسسها 2 صهاينة، وآلا تستغربوا لأنه أي إشي وسخ زي هيك أكيد الصهاينة هم اللي بيأسسوه. واحد منهم يدعى شريف هوليو والثاني عمر ليفي، وحفاجئكم وأحكي لكم أنه الاثنين خريجين وحدة المخابرات الإسرائيلية، بل حفاجئكم أكثر وأحكي لكم أنه إسرائيل تمتلك أكبر عدد شركات مراقبة في العالم مقارنة بسكانها. إسرائيل تستخدم هذه البرامج ألا وهي برامج التجسس والمراقبة على أهل القدس وغزة والضفة الغربية، وطبعا ما حدا يحكي لهم شو بتعملوا، ماخدين أهل غزة والضفة والقدس الشريف على إنهم تجارب، وذلك لاختبار قدرة البرامج التجسسية هذه وتصديرها فيما بعد للخارج والاستفادة منها ماليا. بإمكانهم من خلال هذه البرامج تتبع الجمل والكلمات في المكالمات الهاتفية وكشف أكبر المخاطر اللي مخطط إنها تحدث. لما تسرب لشركة فيسبوك إنه عملائها صار يشكو بإن بياناتنا في حدا قاعد بياخدها وبيسرقها منا، مباشرة حامت حالها وقامت برفع قضية ضد شركة NSO. وقبل أول ما عرفت الموضوع حكت لك لا أنا لهنا وبس، سمعتي أهم من كل إشي، وأطلقت مباشرة تحديث سمته 935، وحكت إنه معلش كان في ثغرة بسيطة وإحنا سكرناها بهذا التحديث، لكن مش هذه الحقيقة. الحقيقة إنه تم تطوير بيجاسوس للاستفادة منه استخباراتيا نعم، ولكن بنفس الوقت لاستفادة منه بطرق كثيرة غير شرعية. وخلينا نعطي مثال على الطرق الشرعية اللي استخدموها وبعدين نروح للطرق الغير شرعية، بما أن الموضوع في إسرائيليين وصهاينة فأكيد أنه في طرق غير شرعية، بس الآن خلينا بالشرعية. حسب صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية أن السلطات المكسيكية قامت بالقبض على أخطر تاجر مخدرات، وذلك بسبب تكنولوجيا إسرائيلية تدعى بيجاسوس. هذا تاجر المخدرات كان من أكثر المطلوبين للولايات المتحدة الأمريكية بعد أسامة بن لادن مباشرة. هذا التاجر اسمه خواكين جوزمان والمعروف باسم ألتشابو، حيث أن منظومة بيجاسوس تستطيع اختراق الهواتف النقالة حتى المشفرة منها مثل البلاك بيري. حتى شركة كاسبرسكي وهي المخصصة لحماية الأجهزة من الفيروسات صنفت بيجاسوس على أنه واحد من أخطر البرامج اللي تم اختراعها على وجه الأرض، حيث أنه بيجاسوس بيمكن الناس اللي تستخدمه من الاستماع للمحادثات والتقاط صور مباشرة من الهاتف المحمول، وكمان تسجيل المحادثات، بل انه بيقدر يراقب كل كلمة انت بتكتبها في جهازك المحمول، بل انه بيستطيع تحليل ملفات الصوت المشفرة وفهم تشفيرها، وذلك لانه بيتم سرقتها قبل عملية تشفيرها مباشرة. في 2020 وضعت الإدارة الأمريكية شركة NSO تحت القائمة السوداء، وذلك بعد ما اكتشفت انه 11 مصدر أمريكي مرابطا في أوغندا كان هدفا للتعقب بواسطة برمجيات بيجاسوس. قدرة بيجاسوس على اختراق أي جهاز وأخذ أي معلومة غير عادية. حيجي واحد يحكي لي طيب هذا الاشي بيخلينا نحكي الموضوع صار سهل، بإمكان أي شخص يشتري بيجاسوس ويعمل أي اشي بده إياه في العالم. اللي حاب أحكي لك إياه أن الموضوع مش بالسهولة اللي أنت بتحكيها، وذلك لأنه سعره يتراوح من 50 إلى 125 ألف مليون دولار. حسب موقع فاست كومباني حكى انه شركة NSO بتطلب من العملاء اللي بدهم يستخدموا هذا الجهاز وبدهم يخترقوا 10 اجهزة فقط
650 ألف دولار بلس أو بالإضافة إلى نصف مليون، وذلك لتثبيت الجهاز. يعني إحنا بنتكلم عن مبلغ مليون دولار. هذا الإشي مش متوفر عند كل شخص. تفاخر نتنياهو في أحد خطاباته إنه إسرائيل أصبحت رائدة العالم بالأمن السيبراني. أنت متأكد من الكلام؟ لأنه اللي حصل بستة أكتوبر بيدحض هذا الكلام كله. وين كانوا استشعاراتك واستخباراتك وبقصص تبعك في 7 أكتوبر؟ ما علينا، نكمل. The true wealth is in innovation. You know these companies: Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Guess what? They all have research centers in Israel. All of them. Major research centers. خلينا نكون صريحين ونحكي إنه بيجاسوس له تأثير كبير على العالم كله. والآن تعالوا أحكي لكم ليش إسرائيل دعمت هذا المشروع وطورت هذا البرنامج. أولاً إحنا عارفين إنه إحنا الآن حالياً بعصر الإنترنت، واللي بيسيطر على الإنترنت بيسيطر على العالم كله، بل إنه بيكون عنده القدرة على إنه ينسي ناس أحداث حصلت بالقريب، يعني من بارح حصلت، ينسيها إياها اليوم بسرعة. وأكبر دليل فلسطين، من 70 سنة كانت كلها فلسطينية، أراضي من حق أهل فلسطين، واليوم يدوب لهم 22-25%. فبيحاولوا ينسونا إنه إسرائيل احتلت فلسطين وقتلت شبابها وأسرت الباقي وبتتجسس على ما تبقى منهم. الشيء الثاني، لما يكون عندك برنامج زي بيجاسوس، هذا الشيء بيخليك تسافر عبر الزمن، مش حرفيا ولكنه فعليا بيخليك تسافر عبر الزمن. كيس من خلال انه يراقب لك مكالمة واحدة بس فيها معلومات مهمة سرية عن شيء سوف يحدث في المستقبل، انت بتكون سافرت عبر المستقبل. ثالثا، لما يكون عندك برنامج بهذه القوة، كل دول العالم حتسعى انها تشتري منك. ليش؟ عشان تقوي امنها الاستخباري، حتى مش بعيد انك ضد اسرائيل، فبالتالي بتستفيد اسرائيل ماديا بمليارات الدولارات. الشيء الرابع، والشيء اللي بيتقنوه الصهاينة، الابتزاز. ببساطة، لما يكون عندك هيك برنامج معناته انت عندك كم من المعلومات غير عادية، بامكانك من خلال هذه المعلومات انك تبتز اي شخص بدك اياه، خاصة اذا كان عنده نفوذ، فبالتالي انت بتحكم العالم كله في برنامج وبتسيطر على كل المجريات بقوة استثنائية. Israel has become a world leader in cyber security. Look at how much they invest in the hundreds of Israeli startup companies. We're 1/10 of 1% of the world's population, and we get a whopping 20% of global private investment in cyber. We're punching 200 times above our weight. بعد كل اللي حكيت لك إياه، الآن فهمت ليش إسرائيل دعمت هذا البرنامج. مش زي ما حكت عشان تقوي أمن الاستخبارات وبس، لا، عشان الأربع أشياء اللي حكيت لك إياها قبل شوي. فوق الأربع أشياء هذه، هم إسرائيل من كل هذا الشيء هو تحقيق حلمها بإسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. كيان نشأ على الاحتلال، طبيعي إنه يكون هذا ديدنه. تفكيره كله هو إنه بعد ما خلص من احتلال فلسطين بالكامل، وهذا طبعا حلم إبليس بالجنة، إنه يتوجه لتحقيق حلمه الأكبر، بحيث إنه يبدأ يحتل دولة 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 إلى أن يحقق إسرائيل الكبرى. ولكني بوعدكم إنه راح يضل حلم لم ولن يتحقق حتى في أحلامكم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في أمان الله.